السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أموركم وأن يفرج همومكم وأن يصلح حالكم وأحوالكم. مرحبا بكم في قناتنا، قناة الأخت أم سماح وقناة الأخ عبد الغني الناصري. فالمرجو بكم مشاركة الفيديو بالضغط على متابعة وإعجاب لكي يصلكم الجديد إن شاء الله تبارك وتعالى. فسأتلو على مسامعكم آيات بينات من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي
قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.